والله شوف، الاتحاد عنده مشكلة زي ما واضحة للجميع، انه ما عنده دكة بدلاء قوية. طبعا دائما لما تجيك مباريات قوية ورا بعض تحتاج فيها دكة معك، لانه قد يكون هناك في كروت، قد تكون في اصابات، قد تكون اجهاد، فالمفروض يكون عنده دكة. لكن المشكلة كمان الأساسية في الاتحاد، النجوم حقونه مستواهم هابط، بالذات الأجانب، يعني أجانبه ما هم مؤثرين زي المواسم السابقة، عنده هبوط في مستوى الأجانب. طبعا الاتحاد عنده مشاكل كلنا عارفينها، مالية، حقوق، رواتب لعيبة متأخرة، هذه تأثر على عطاء اللاعب مهما كان اللاعب يضحي. أعتقد أنه الاتحاد في ميزة، قد تكون الميزة كبيرة جدا في لعيبته، عندهم روح التحدي، عندهم بيلعبوا أغلبهم بيلعبوا للشعار، يعني تلاقي اللاعب في الملعب بيأدي مو عشان الفلوس ولا عشان الراتب أتأخر، بيأدي عشان الجمهور، جمهور الاتحاد جمهور قوي، جمهور عاشق، واللعيبة حق الاتحاد فيهم روح التحدي، فبيقدموا مستويات عالية. المشكلة الاتحاد زي الترمومتر هذا السنة، يلعب مباراة كويسة ويلعب مباراة ضعيفة، ويلعب مباراة كويسة يفوز في مباراة ما تتوقعها، ويتعادل وينهزم في مباراة ما تتوقعها. فهذا التذبذب يخلي الاتحاد يترنح إلى في منطقة الدافع ومنطقة الوسط، ما حد يعني بين الرابع الخامس، هذه المنطقة اللي بيتمرح حسب العناصر اللي موجودة في الاتحاد وقلة الدكة اللي موجودة في الاتحاد. لكن أعتقد دائما في المباريات الكبيرة الاتحاد يظهر.